يسعد هلا صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك. بالبدايه خلينا نبلش عن العمر، عمر الطفل. الام شو ممكن تبلش؟ يعني مثلا ممكن تبلش معه بعمر، احيانا بيقولوا سنه ونص، سنتين، 3 سنين. طيب هدول الاعمار الصغيره كيف ممكن الام تبلش، وبشو ممكن تبلش مع طفلة هلا التعليم؟ بداية نحن بدنا ننمي المهارات الحياتية عند الطفل، ما فينا نحدد نقول نحن عمر سنتين أو ثلاثة أو أربعة، تمام. لكن نحن أولا المهارات اللي نعتمد عليها للطفل هي المهارات المعرفية، المهارات الإدراكية، نشوف هو شو ميوله، شو ننمي جواته لهذا الطفل. فأول ما نحن بنبلش عن طريق مبدأ المونتسوري التعلم عن طريق اللعب، تبدأ الأم بتعليمه المهارات الحياتية لأول دخول الطفل. ممكن تقولي لي انه بده يدخل على المطبخ بيعمل لي فوضى، لكن التعلم داخل المطبخ هو في البدايه افضل طريقه للام، منه بمساعدته بانه هو يكون مسؤول عن الشغلات الحياتيه ببدايه يومه، انه يغسل، يفرش اسنانه، هي المهارات الحياتيه اللي بيكتسبها الطفل، ببلش الاعتماد على ذاته، هي اول مراحل التعلم عند الطفل، قبل ما تقلق الام بالنسبه لموضوع الكتابه والقراءه، لازم نحن نحدد له خطوط معينه يمشي عليها، اسس، ننظم له اموره لحتى يبلش يومه بشكل طبيعي ونبلش نعلمه المهارات المعرفيه الاخرى، لكن نحن بتنميه المهارات الحياتيه بنساعده كثير لحتى ينظم اموره ويكون مسؤول عن اموره الحياتيه. مرنا بداية انه غسل، تعلم كيف يغسل، تعلم كيف يفرشي اسنانه، تعلم كيف يرتب اغراضه، هي الامور كلها عم تساعد انه هو عم يساوي انشطه حركيه، نحن رتبنا، شال شيء من هون لهون، طلع على ارتفاع مثلا بده يوقف على مغسله بحسب ارتفاعه، بحسب طوله، بده يوقف على المجلب يتناول كوب من الماء، فكلها هي بتساعد انشطه كلها بتحرك جسده، فهون صارت تنمية جسدية، تنمية معرفية، انه هو بلش الطفل يتعرف على المحيط الموجود حواليه بالنسبة لبداية حياته، هذا بعمر السنتين. بنبلش معه هون، ببلش الام كيف بدي بلش علمه القراءة، كيف الكتابة، كيف بدي مسكة القلم، يعني بتيجي تساؤلات لعندي على الروضة انه ابني ما في مسكة القلم منيحة، ايده مرخية عن مسكة القلم، طيب طولوا بالكم نحن او بيمسكوا هيك او طبيعي في الطرق، طيب في حدا بده يعلمه الطريقة الصح؟ نحن كثير عندنا اسلوب كثير سهل انه انت تجيبي قطعة بونبون وتغري فيها الطفل وتحطي له اياها وتضبي عليها الاصابع وتمسكي القلم، طيب نحن بطريقة الترغيب عن طريق انه شيء هو يستمتع فيه ويحبه، مو نحن فورا لا بدك تكتب، لا بدك تمسك القلم، لا هيك ما مسكه، ما لازم يكون عندي قلق بعمر السنتين ابدا ابدا، لكن نحن بنبدا بعمر ال3 سنوات بتدريب الطفل عن طريق المعجون، عن طريق الصلصال، عن طريق الالوان المائيه، عن طريق انه ننمي له العضلات الدقيقه الموجوده باصابع ايديه، وهيك بنكون نحن عملنا له هي التمارين وسهيئناه كتهيئه اولى للكتابه. طيب ريما، خلينا نحكي، يمكن في كثير من الاطفال هن بيتعلموا بيكونوا شطورين، بتروحي بتقولي لهم قدام العالم عد لي الارقام، ما بيعد، هي شو بالانجليزي، ما بيجاوب، بنرجع على البيت بيجاوب، بيروح على المدرسه ثاني يوم كمان ما بيجاوب. خلينا نحكي عن هذا السلوك، انه بس بقلب البيت نحن بنجاوب، المهارات برات البيت اللي هلا حكينا اول عنا مهارات الحياتيه، شو بتعطينا؟ بتعزز ثقه الطفل بذاته، بتعطيه ثقه بنفسه، اما انت اذا فقط الاب والام هن اللي عم يسالوا وما نحن سيطرنا على موضوع الخجل اللي عنده الطفل، وهو طبيعي بالمراحل العمريه الاولى، يعني الطفل اللي ما بيكون عنده خجل اللي بيكون جريء جدا هذا قلق مقلق، يعني تحسي في بيصير عنده سلوك معين انه ما عاد عنده احترام للاخرين اذا كان ما عنده خجل نهائي، لكن الخجل مطلوب بالنسبه للطفل بهي المراحل، فهو من باب الحياء فقط انه هو ما أنا متعود على الغرباء وطريقه التعامل معهم، فنحن نعزز ثقته بنفسه، وهي مهمه المهارات الحياتيه في بدايه المراحل الاولى، لما الام بتعزز له ثقته دائما، عدم المقارنه وعدم التباهي قدام الاخرين، لانه الطفل بطبعه خجول، بطبعه ما عنده ثقه بذاته كثير بدايه المراحل العمريه الاولى، انه لحتى يقدر يفصح عن هذا الموضوع قدام الاخر. يعني ما لازم يمدحوه كثير بالبيت؟ لا لازم ما يمدحوه، مثل ما حكيت. طيب انت ما بتلاقي هي القصه مشكله؟ يعني يوم ما الطفل يروح على المدرسه انه ما يقدر يجاوب، انا بلاقيها هي مشكله كثير كبيره، يعني هي ما قصه كمان انه ثقه بالنفس، في عنده اشياء ثانيه، بركي مو حابب المدرسه، بركي كمان مو حابب الاستاذ، بركي في مثلا في عنده هو مشكله كمان بالتواصل، لازم نكتشفها نحن او الام تكتشفها. طبعا. كيف ممكن نحن نكتشف المشاكل؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع انت برايك، وتكون القصه مشكله. نحن عم نحكي عن مرحله عمريه، عمر السنتين والثلاثه، تمام، ما عم نحكي عن مراحل بالابتدائي اللي نحن بعد ال6 سنوات،
تمام تمام. هذا الموضوع بيظهر عند الطفل بعد عمر 6 سنوات، انفصاله عن الام بانه ممكن ما يكون داخل روضه نهائي. هذا السبب. نحن بنشجع دائما على دخول الطفل لمرحله الكي جي 1 وبعد الكي جي 2 وبعد الكي جي 3، تهيئه ما قبل الصف الاول. كثير بنشجع على هذا الموضوع. عمر 3 سنين كثير مفيد، يعني عمر 3 سنين جدا، لانه نحن بدايه بعمر 3 سنوات انا ما مطلوب مني اتعلم لا الكتابه ولا القراءه، انا بعمر 3 سنوات مطلوب مني اني اتاقلم حياتيا، اتاقلم اجتماعيا، اتاقلم مع اقراني، مارس الانشطه الرياضيه، مارس الانشطه الحركيه، الانشطه الابداعيه اللي بتخلي بتظهر لي جوانب شخصيتي. فهون مطلوب من المس بالروضه مساعده الام انه تسلط الضوء على الطفل بهذا المنحى. ومن هون نحن بنروح ننتقل للكي جي 2 ثقه اكبر، ننتقل للكي جي 3 نحن بلشنا بمرحله الكتابه، مرحلة القراءة، بمرحلة المقاطع الصوتية وتفصيلها، راح من عنا للصف الأول. فهون بيجيك الطفل عنده ثقة بذاته. هون أنا ما عاد بقى بدور على موضوع إنه الطفل ما يجاوب، وقت ما بيجاوب وأنا مارق بكل هاي المراحل فعندي مشكلة. ممكن ما بيكون بيحب الأستاذ، ممكن ما بيحب المدرسة بشكل عام، ممكن عم بيصير عليه تنمر بالنسبة من أقرانه، عم بيصير مثلا حتى السندويشة اللي بتنبعت معه ما بيحبها، فهو هون بتعمله جانب نفسي ببطل يحكي. مجرد أنه الطفل يدخل بمود الزعل ما تعرفي شو بده، ممكن نوع السندويش المبعوت معه ما بيحبه. نحن كثير بنواجهه هيك بالروضة، ماما شباب حبيبي شو في زعلان؟ طيب ليش؟ لانه هو قال لماما انه انا مثلا ما بحب هذا النوع من الساندويش. واكيد كثير من الامهات وخاصه الموجودين عندي انا كثير بحكي معهم بهذا الموضوع وباكد عليه، خلينا دائما عند رغبه الطفل لكن ضمن حدود، نقطر شخصيته، ما يتجاوز حدوده معي بس بنفس الوقت انا اعطيه حدوده اللي هو يرتاح فيها. 100%. ريما خلينا نحكي كيف فينا نحن نبلش نعمل شيء بالبيت، نلزق على الحيطان احرف او شيء. جايبه شغلات هلا انا جايبه شغلات لحتى ساعد الام انه كيف نبلش نعلم الطفل. نحن بدايه حكينا بعمر السنتين، بعمر السنتين اثبتت الدراسات انه نحن لازم نعتمد على موضوع الصوره والصوت، خاصه بالتعلم المونتسوري نحن بنتبع مبدا الحسيات. فنحن بنعتمد على سماع الصوت، بنعتمد على شوف الصوره، وبثبتها بالذاكره المؤقته. لما بنكرر الموضوع فالذاكره المؤقته بتحس انه هذا الموضوع جدا مهم، بيروح للذاكره الدائمه وبتثبت عندها الصوت مع الصوره اللي هو بيكون صوت الحرف وشكله. فنحن لما بنورجيه للطفل مثلا، انا هون معي بدايه اول شغله بدنا نتعلم هي مثل ما قلنا الخطوط. كيف بدي اعلم للطفل الخطوط؟ كتبنا كلها معروف انه نحن بدايه بالقلم الجزره والارنب بدنا نروح على الخطوط بالقلم الرصاص، اكيد متذكرين هذا الموضوع. النحله مثلا بدها تروح او الدب لبيت العسل. هلا تطورنا اكثر بحيث انه انا بحب الطفل يكون شيء ملموس قدامه، فكيف بدي اعطيه الخطوط؟ طبعا عندنا انواع للخطوط لازم الطفل يتعلمها. بعد ما انتقلنا من مرحلة السنتين، صرنا مرحلة 3 سنين، انتقلنا من مرحلة المعجون والرمل والصلصال، فانتقلنا للخطوط. انه نحن نعطي للطفل، ما بعرف اذا هيك واضح، بنعطي للطفل المسطره، مسطره الخطوط. وطبعا مشكوره هي الشركه انه عملتها، لانه احنا كنا بدايه كنا نعملها من الكرتون. تمام. فالابداع موجود، ما بالضروري ماما تنزل وتشتريها، كرتون مقوى عادي اللي نحن موجود اكيد بكل البيت. الخطوط المطلوبه هو خط الدائره، الخط المنحني، الخط المستقيم، المنقط، فهي كلها بتقدر تعملها. والطفل عن طريق القلم الرصاص ممكن يحط له اياها على اللوح او يقعد يتعلم الخطوط، او ممكن على ورق قدامه ببلش بالخطوط مسكه القلم، وخاصه انه يستمتع فيها. فهو هون يساعده على حل المشكلات واكتساب مهاره واعتماد على ذاته بنفس الوقت. وطبعا عندنا انواع متعدده من الخطوط بتنتقل من السهوله الى الصعوبه. فنحن دائما السهل للمعقد. خلينا قبل ما نكفي انواع الخطوط، مثل هيك شيء مثلا الولد شافه بالجاردري او بالروضه او باي مكان كان، ما لازم يكون في صوره للام انه هي لازم يكون عندها هيك شيء بالبيت. هذا بيرجع للتواصل بين الروضه. تمام، هذا بيرجع للتواصل بين الروضه وبين البيت. انا دائما باكد على هالموضوع، انا عامله جروبات، انت بتعرفي عن موضوع روضتي، عامله جروبات في التواصل مع الاهالي يوميا، بيوصلهم صور عن الروضه شو عم بيصير، بالاضافه لدفتر متابعه يوميه. باليوم بينكتب كلمه مثلا مثل الانجليش، مثل العربي، مثل الفرنسي، الحساب الذهني، المونتسوري، كلمه بحصه بتكتب تم اعطاء كذا، تم الواجب كذا، والصفحه كذا، بتشرح للام على الدفتر. اللي ما عندها ممكن لحد انه انا ما عندي نت، خاصه احنا هلا مشكله النت الدائمه موجودين فيها. لكن الطفل لما بيستمتع بشيء فهو بينقل الصوره للبيت،
بداية بالروضة أول كام يوم ما بيحكي شيء، بعدين لما ببلش يرتاح ببلش يتعامل مع أقرانه ومع المسات، معي أنا كماما دي معنا أكثر هيك إنه تعاملوا معي ومحبتهم لإلي، فبيحبوا ينقلوا الصورة إنه هيك عملت لنا بالروضة، هيك سوينا. فالأم ممكن تتصل من باب الاهتمام إنه أنتوا شو عملتوا، أو ممكن توصل الصورة أو الطفل. يعني هلا مثلا موضوع حساب الزيني ممكن تقولي لعمر 4 سنين أو 3 سنين موضوع صعب، لكن نحن الطفل عم بيعمل المعداد بالبيت. بس كيف؟ طبعا بتحكي معي الام انه انت اعطيتي حساب زيني وطالبي مني معداد، كيف؟ بكل بساطه بحبات الحمص، حبات الفول، لانه احنا عملناها بالروضه، شيء موجود احنا عملناها بالروضه يعني. فانا شو بقول لها؟ بقول لها بليز انه لا تحكي، لا تساليني، قولي له للطفل ماما انت اليوم شو عملتوا، تعال نعمل معداد مثل ما عملتوه بالصف. تمام. فهون هو بيدهشها، بيروح بيجيب حمص، بيروح بيجيب بوشار، بيجيب اي شيء، ببلش بيعمل المعداد. فبتقلي معقول يا ابني عمره 3 سنين 4 سنين عم بيساوي طفل صفحة بيضة عجيني من شكل أكيد عجيني ذكي لطفل. خلينا نحكي عن عمر ال5 سنين، كيف ممكن مثلا هلا بالكيجي بيكون كيجي 2 ببلشوا يعطوه مثلا كلمات، لازم يكتب طبعا. كلمات بعمر ال6 سنين صار يكتب جمل، هلا عنا بعمر ال7 سنين عم يكتب الطفل قصائد. خلينا نحكي نحن كيف الطفل بده يبلش مثلا 5 6 تمام. يعني كيف ممكن نعلمه صح، وامتى الطفل ممكن يفهم مثلا قصة أو يفهم كلمة كمان، بأي عمر برأيك كمان؟ هلأ نحن مثل ما حكيتك هلأ بلشنا بعمر ال2 سنين عن طريق تمام. قصة الأم حكت قصة، انتقلنا لمرحلة ال3 سنين طبعا هو يسامع الأغاني، رجع الروضة بلش حتى بالأم بالبيت بلشنا بموضوع القصة. كيف القصة؟ مو بس أنه أنا مسحت فتحت الكتاب وعم بقري له كان يا ما كان في قديم الزمن، لا، في التلوين الصوتي، في التلوين الجسدي، في الحركات اللي بتناسب القصة، في الشخصية اللي بدها تفوت معي على الصف، هذا كله بيلعب دور. نحن بلشنا بداية نحكي بالبيت مشان ما نصعب الموضوع، لأنه مو كلهم قصص؟ لا مو قصص، في مثال ثاني لل5 سنين تمام. لكن نحن القصص المصورة الكبيرة هذا اللي بنصح فيها لعمر 2 سنتين بتكون الصورة كثير كبيرة، ولكن سطر تحتها تقراها الأم بطريقة بتنعيم صوت أو المس بالصف. ننتقل لعمر 3 سنين طبعا تتطور معنا القصة بأنه تصغر مساحة الصورة وتكبر مساحة الكلمة، لأنه نحن بنعتمد على الصورة، فالطفل بيطبع شكل الحرف ومنركز على الحرف. مثلا نحن نفترض انه نعطي حرف الضاد، فالضاد نحن بنقول دخل ضفدع، فانت ومعك ضفدع بايدك وعلى اللوح انت راسمي القصه اللي بدك تحكيها. انا كثير بنصح المسات حتى اللي عندي نحن متبعين هذا الاسلوب، القصه اللي بدها تكون محكيه بدها تكون مرسومه على اللوح، بدها تجسدها المس بصوتها وبجسدها، كيف بالتلوين الصوتي بالشكل اللعبي اللي بتكون بين ايديها العروس. طبعا تختلف الوسائل، ممكن هي تلبس الحرف وتدخل لعنده، لانه الطفل بهذا العمر الصوره هي تتركب. فلما بنقول له مثلا اكتب لي حرف الدال، شو بده يتذكر؟ بده يتذكر شيء يربطه فيه، او اغنيه طبعاً. يمكن تكون طبعا الاغنيه عندنا اغنيه لحرف طبعاً. الدال لكن نحن تخطينا المعجون وتخطينا شغل الرمل وتخطينا طبعاً. كيف بدنا نبلش نعطي المقاطع لحتى نحن نوصل لسؤالك للكلمة اللي نحن حكيناها؟ ما بنقدر نوصل الكلمة قبل ما الطفل يكون طابع الحرف ومتذكر ومس. أنا استحضر حرف الدال يحضره عندي هون، هي أكياس الحروف هي من صنع الأطفال. بنلاحظ هون إنه موجود عنا الحرف راء طبعاً. نحن في عنا كذا أسلوب لحتى تطبع الكلمة الحرف جوات الطفل. الأحرف الرملية هي عبارة عن شيء نافر بيتلمس الطفل عن طريق حواس الإيدين، فهي بتنطبع بالذاكرة لما بيتلمس الحرف وبيمشي عليه، فهي رسمة مع الشيء إنه عم شيء جارح يعني شيء هيك خشن الملمس فبيتلمس الحرف. هون طبعنا اجينا حطينا الحرف على صينية الرمل كمان رسموا. طيب شو هي الكلمات؟ مين بده يذكرني بكلمات؟ فنحن عندنا امثله طبعا من صنع اطفالنا ومن صنع المسات. لاحظي انه نحن استخدمنا اسلوب القص، هي كلها كلمات بيكون فيها الحرف اللي نحن موجود، برق، جرافه، عندنا ريشه. فلاحظي انت مثلا عم تحطي الحرف، طبعا بتكون عندنا احرف مجسمه بس انا حبيت اجيب لكم هذا المثال. وهذا هذا الشيء بيضل معه للولد. خلص طيب طالما الطفل حط ايده بقلب الكيس وطلع وشاف الشيء الملموس اللي احنا مشتغلينه من قبل، فلاحظي قد ايه شيء ممتع. احنا ما فقط عم نحكي، انا عم بعطيكم مثال هيك عم بفتحهم على التعيين نشوف الاشياء الحلوه اللي بتكون مشغوله مثال. وهذا شغل روضتنا يعني انه
هذا الحرف الفاء، فلاحظي انه قديش هيستمتع فيهم الطفل. هي اسمها حقيبة الحروف. وقلي شو هاد؟ تركزت حرف الفاء فاء، فنحن بنتعرف على شكله ونتعرف على صوته. وانه هو بيجي ممكن باول الكلمه، ممكن طبعا ممكن لاحظي هلا هون بحرف الراء لما انه بالدرافي ولا بالبرق انه اجى بوسطه، فنحن بنكون عاطينه الحروف بوسطه بطريقه معينه ليخزن الكلمات. طبعا وكله عن طريق تلك الاحرف الرمليه، كله عن طريق واغنيه دائما بتتكرر. وكثير مهم موضوع الاعاده والتكرار، لما تدخل المس ترجع تعيد اغنيه الحروف. هي دائما نصيحه للكل تمام. حتى الام بالبيت تكررها. عندنا العاب كثير ومثال تمام كثير حلو مميز حيحبوه كثير. كمان يمكن حرف الفاء، سمك تمام وعليها الحرف. طبعا هي الوسيله عندنا اياها باللغه العربيه وعندنا اياها باللغه الانجليزيه. لاحظي هون سناره حيكون تمام. باخره مغناطيس، وهون عندنا مغناطيس. انا ما شاطره كثير بحب السمك بس مو شاطره بالصيد. اكيد كل الاولاد عندي هون تمام. فهون هلا هي ما بتكون محطوطه هيك، في رقعه اكيد كبيره كثير ومحطوط مكان فاضي للسمك انا لانه صعب حمله، فالاطفال بيحطوهم وبعدين ببلش صيد السمك والسناره انه كيف نساويها. في طبعا امثله كثير مو فقط هذا المثال، بس انا حبيت اجيب لكم نموذج. ولا نحن عندنا كثير اشياء بنقدر نعلم الطفل من خلالها المقاطع. نحن تخطينا الاحرف صرنا بالمقاطع الصوتيه. ننتقل لسؤالك الجمل. لاحظي انت انه هو شو صار بذاكرته الحصيلي؟ صار عنده حصيله لغويه كبير ما يقارب فوق ال 2500 كلمه بعمر 5 سنوات فما اكثر. فهون بلشنا نحن مطلوب منه الامله اللي بنعطيها او الكلمات. ممكن تقولي لي انه ممكن يكتب جمله طبعا بعمر 6 سنوات بيكون قادر على جمله من 5 كلمات لكن هو كاتبها وبيقدر يقراها لانها مكرره قدامه. طبعا بدايه بنستخدم معه 3 حروف تلدرج، يعني حروف بتكون سهله، حرف الدال، حرف الراء، ممكن ندخل حرف السين، ممكن ندخل بلش نمرنهم. يعني انا هلا بالكي جي 2 يوميا عندهم تدريب لكتابه اسمائهم. فعندي مثلا اجت ام قالت لي ماما انه ماما ريما انه في ابني اسمه صعب. طب والله صعب عليه انه عم يكتبوا في الضاد وفي الفاء انه اسم فيان. فقلت لها معلش بيتمرن لازم. هو عم يطبع الصوره، فهو طباعه طبع الصوره وحيبلش بكتابتها. وتاكدي تماما بعمر 5 سنين حيكون جاهز ليكتب اسمه. لازم حيكون جاهز لازم لازم الجملة. لانه منهاج الصف الاول منهاج الصف يعني. فانا هلا بيقولوا لي عم تضغطينا. لا انا ماني عم بضغط، لازم يتعلم. وانا بتمنى بس ناكد على موضوع مراعاه القدرات الابداعيه للطفل. اكيد المقارنه حكينا عنها من الغياء، وما بصير نحن انه نعطي كم هائل ونتناسى موضوع قدرة الطفل على الاستيعاب. فنحن في مراحل ممكن في أطفال ما لهم داخلين الكي جي 1 والكي جي 2 بيجوا لعنا كي جي 3. فالكي جي 1 والكي جي 2 بيكون مرتاح جدا، لما الكي جي 3 بيلاقي في صعوبة فهون بيحس إنه أنا ما عم بقدر كمل. فهون نحن نراعي هذا الموضوع والمس تكون قادرة. إلا للأم تطمني بأي روضة الكي جي 3 حتى لو مو داخل عليه غير لأول مرة، يعني ما كان بمراحل قبل، طمني تماما رح يمر بكل سلام. لكن لا تكوني متوتره وتنقلي القلق والتوتر لطفلك. لا اكيد هو عمره 3 سنوات بريكه يتبلش معه ليقدر الطفل ينجز. شكرا لك، شكرا على نصائحك القيمه، واكيد بنشوفك بحياتك. شكرا كثير لك. اكيد ليا سنتين وبعدين بنقطع 3 سنين اغاني وصور. شكرا كثير لك. صباحك ميرسي لك ريما جحجح اخصائيه رياضه اطفال. شكرا كثير لك. شكرا لك.